داخلية ديال ثانوية الخمسة الإعدادية، هي داخلية تم فتحت الأبواب ديالها في الموسم الدراسي 2017-2018، وكانت الطاقة الاستيعابية ديالها يعني 90 تلميذ وتلميذة. وهاد الداخلية هذه لما فتحت الأبواب ديالها كانت بواحد الدعامة جد مهمة بالنسبة للتلاميذ، خصوصا التلاميذ الذين يقيمون بالدواوير البعيدة عن المؤسسة والدواوير التي ليست لها طرق أو مسالك معبدة. فمن قبل ما تفتح الداخلية كانت هناك معاناة بالنسبة لها التلاميذ، وكان عندها واحد تأثير جد سلبي على المسايرة ديالهم وعلى المسايرة ديالهم من حيث التمدرس. وكانت هذه المؤسسة هذه تتعرف عدم التحاق مجموعة من التلاميذ والتلميذات نظرا للإكراهات ديال البعد كما قلنا ديال الدواوير ديالهم عن المؤسسة، وضعف الحالة المادية ديال الأسر. كما كان هناك هذا البعد هذا وعدم وجود الداخلية عنده تأثير كذلك على المستوى الدراسي والتحصيل الدراسي ديال هؤلاء التلاميذ. لكن لما فتحت الداخلية أبوابها في السنة الماضية يعني كان هناك مؤشر يعني ديال عدم الالتحاق أو الانقطاع عن الدراسة انخفض بشكل ملحوظ وكبير جدا، كما أن النتائج كانت نتائج جد جد مشجعة، بحيث كان عندنا في السنة الماضية ما يناهز كما قلت في البداية 90 تلميذ وتلميذة بالقسم الداخلي، وكانت نسبة النجاح ما يناهز 74%. بالنسبة لهذه السنة هذه يعني وصل عدد المستفيدين من القسم الداخلي 100 ديال التلميذ وتلميذة، وهذا الداخلية يعني أنها لعبت واحد الدور كبير فيما يخص تحسين مردودية التلاميذ من حيث التمدرس. وبهذه المناسبة هذه نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة من أجل خدمة العملية التعليمية التعلمية. تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية وأجراءة لبرنامج عمل الوزارة والأكاديمية الجهوية الرباط سهل القنيطرة، فالمديرية بإقليم سيدي سليمان تولي أهمية كبيرة جدا للدعم الاجتماعي بكل مكوناته، كل ما تعلق الأمر بالبرنامج تيسير، بالنقل المدرسي، بالمطاعم وبالداخليات. ونحن نتواجد الآن بإعدادية الخنساء بجامعة أزهر، حيث التلاميذ حوالي 127 تلميذ وتلميذة داخليين بداخلية الإعدادية. بالطبع المجال ديال الداخليات فهو مدخل من المداخل للقضاء على ظاهرة عدم الالتحاق في أول سنة، وعلى خصوص السنة الأولى إعدادي، وأيضا الاحتفاظ بالتلاميذ أطول مدة ممكنة في تمدرس ديال التلميذات على مستوى الإعدادي. كنت نقرا ومرة نغيب ومرة نجي على البيكالا، مرة على رجلية، وكنت بعيد نجي ل 17 كيلومتر السيدة، وبعيد ندوز ل 4 مرات نجي لهنا باش نقرا. تبدا السيدة كلشي مابقاش تنغيب، السيدة قريب لي كلشي تنراجع، كلشي تنديرو تنقرا أنايا كلشي. سقط 3 سنين حيت كنت نغيب، ومن خرجت للداخلية مابقاش تنغيب، الداخلية ولا تنراجع ولي ديتها في دروسي وننجح. غنولي أستاذ حيت غادي مع المات، غنولي أستاذ ديال المات. كيعجبك المات بزاف؟ اه تنخدم فيه بزاف. الداخليه زوينه، ولينا كنراجعوا وتعرفنا اصدقاء زوينين، وكنا كنمشيو لرجينا، كنا تخسرنا البيكالا تفشونا، تنقعدوا بلا هذا الخط، كتقعد ما كتغسل رجليك، كتنعس ما كتقلب لا الحفاضه، راه كتسقط كيعطيك الفرد كتسقط فيه وكتولي تعاود العام. ودابا هنا كنديروا مراجعه وكلشي هنايا ولا مزيان، بغيت نقرا وبغيت نولي بوليسي. وي زوين زوين، تدافع على الناس وتحيي الناس اللي كيخسروا الوطن تاعنا. الداخليه هي عاونتني باش نبقى نقرا مزيان، حيت الكوليج حدانا دغيا بقيت كنقرا. كنلقى صعوبات كبيرة في الطريق، كتكون بعيدة وكنضربو تمام بزاف باش نوصل للمدرسة، ولكن هكاك الحمد لله
كنوصل للمدرسه وكنقرا. الطموح ديالي بغيت نقرا ونولي طبيبه ان شاء الله، حيت بغيت نولي طبيبه باش نعطي للناس الصحه ديالهم ونعاونهم. نحن كنتواجدوا في المدرسه الجامعاتيه الخنساء بجامعه اصغر التابعه لمديريه سيدي سليمان. حقيقه هذه المدرسه الجامعاتيه كتدخل في اطار ما يمكن ان نسميه المركب التربوي لفريد من نوعه في الاقليم، حيث تنبداو من التعليم الاولي، فيه فوجين ديال التعليم الاولي المدمج في المؤسسات التعليميه العموميه، بالاضافه الى تلاميذ التعليم الابتدائي اللي كيتمدرسوا هنا في هذه المؤسسه هذه اللي كيتقدر العدد ديالهم حوالي 300 تلميذ، بالاضافه للاعداديه اللي شفناها فيما قبل، الاعداديه الخمسه اللي فيها حوالي 500 تلميذ. اذا هاد التلاميذ كلهم اذا يعني تمدرسوا في اطار واحد المركب التربوي اللي تيسهل واحد هذاك التواصل ما بين الاولي والابتدائي والاعدادي في هذا المجال اللي تكلمنا عليه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.